جديد ميدي جايز ارو انني ممكن انني نحدد ثمن المكالمه. ندير رقم 06 نجمع ونحدد ديال الدرهم نجري مكالمة. أنا جبت مكالمة الهاتف آخر جنبي يمكن أنا نجاوب على هذه المكالمة. كلمة تقريبا 10 ثواني يمكن نقطع. والجديد كذلك أنني كنتوصل الثمن ديال هاد المكالمة اللي جريت اللي هو 0.63 سنتيم. يعني مباشرة من بعد أي مكالمة كنجريها عند ميدي جايز ألو كنتوصل ثمن المكالمة بشحال جريت هاد المكالمة. مع ميدي جايز ألو يمكنني في أي لحظة نوقف الخدمة ديال متابعة الرصيد اللي كنتوصل بها من بعد كل مكالمة، ما عليا إلا نبعث كلمة ستوب للرقم 121. من بعد كنتوصل برسالة ميديتال كتخبركم بأن خدمة تتبع الرسائل بأنها موقفة. ولا بغيت نخدمها مرة أخرى نبعث كلمة كونسو كونسو نفس الرقم 121. ومن بعد كنتوصل برسالة كتقول لي بأن الخدمة راه بطبيعة الحال تشغلات.